وسط أجواء سادها التفاؤل، اختراق كبير في ملف الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي بعد أن وقع الرؤساء الثلاثة على الاتفاق الإطاري في خطوة قرأها الكثيرون بوادر ثقة من شأنها حسم الملف كليا. وأؤكد هنا بكل صدق التزام مصر بالتعاون الكامل مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان من أجل دعم ودفع عمل اللجنة الفنية الثلاثية لإتمام تلك المهمة بنجاح وفي أقرب وقت ممكن. الاتفاق الذي وقع في الخرطوم أكد على مبدأ التعاون المشترك واستخدام المياه بشكل منصف وعادل، إلى جانب عدم الإضرار أو التأثير على دولتي المصب، وتبادل البيانات والمعلومات والحل السلبي للنزاعات التي تنشأ. نحن اخترنا طريق التعاون لأنه السبيل الوحيد لتحقيق طموحات شعوبنا من أجل تبادل منافع مياه النيل. اليوم قمنا بخطوة عظيمة بتوقيعنا على الاتفاق الإطاري لصد النهضة الأثيوبي. على الرغم من أن المبادئ التي خرج بها اتفاق الخرطوم لا تمثل الحل الشامل باعتبار أن الملفات الفنية قيد الدراسة بواسطة لجنة الخبراء، إلا أنه يمهد لعهد جديد في لغة المباحثات للوصول للاتفاقيات التفصيلية. وها نحن اليوم بالتوقيع على هذه الاتفاقية التاريخية نكون قد مضينا خطوات مباركة في طريق إرساء الدعائم الراسخة للتعاون بين شعوبنا وتعزيزا ودعما للثقة والترابط والتعاضد بين شعوبنا ودولنا. وتؤكد مصادر مطلعة أن التوقيت الزمني لتنفيذ الاتفاق 3 أشهر، وهو وقت سيشهد تحركات كبيرة تبدأ بزيارة للرئيس المصري لإثيوبيا تستمر ل3 أيام. بعد جولات ماراثونية من المفاوضات والمباحثات حول صد النهضة، أخيرا اتفاق إطاري يعتبر بمثابة الدفعة السياسية للملف، ومن المنتظر أن يسهم هذا التوقيع في اتفاقيات أخرى تفصيلية تنهي الخلاف حول صد النهضة. سبأ سيف الدين، الغض العربي، الخرطوم.